ايه بقى هو السر السري؟ هو تكميم بالصورة الطبيعية العادية المتعرف عليها انه بيتعمل عن طريق 4 أو 5 فتحات، كل فتحة قد عقلة صباع تقريبا، تمام سنتي سنتي ونص. تمام بس في تقنية جديدة بتخلينا نعمل العملية كلها بنفس الطريقة بنفس التكنيك بنفس الكفاءة عن طريق فتحة السرة، وعشان كده سميناها التكميم السري، اللي هو خلال فتحة السرة فقط. أيوه هي السرة أصلا هي جرح، أيوه فلما بنعمل فيها نفتح فيها الجرح بتاعنا وفي آلة معينة حاجة معينة بنخش فيها عن طريق السرة لداخل البطن من جوه، ونبدأ نشتغل بالآلات بتاعتنا، بس كل ده عن طريق فتحة السرة، فبقى اسمه التكميم السري. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي هو التكميم السري السري، ما عشان مش بيبان غير بقى، هو فعلا هو مش هيبان خالص. طبعا.